مساء الخير. مساء النور. حضرتك الدكتورة ليلى صاحبة الصيدلية؟ أيوه أنا. إيه اللي حصل؟ امبارح أنا كنت في الصيدلية، لقيت ولدين داخلين عليا ومعاهم روشتة مكتوب فيها ترامادول. قلت لهم ده ناقص في السوق. وهو ناقص فعلا؟ ولسه نازل جدول من قريب، بس أنا ما أقدرش أدي ترامادول لأي حد. هم دخلوا وبدأوا يزعقوا جامد جدا ومصرين إن هم هياخدوه. أنا شكيت فيهم أكتر لغاية ما ناس كتيرة لقيتهم اتلموا وخافوا ومشوا. وبعدين جيت من ساعتين عشان أستلم من الناس اللي كانوا موجودين هنا. بعد شوية لقيت نفس الولد، واحد منهم يعني، دخل عليا ومعاه 3 ولاد تانيين، قفلوا الصيدلية عليا وبدأوا يكسروا ويقلبوا الدنيا زي ما حضرتك شايف كده. يا نهار اسود، كل ده عشان ترامادول؟ فكها شوية يا شلبي، عندنا ضيف جديد اسمه البرشام، لازم نحتفل بيه. لازم تلاقي لك حل وتغرق الترابيزات بالبرشام. الناس بقت بتفيص بدري بدري، وبعد ما كنا بنشطب الساعة 4 العصر بقينا بنشطب الساعة 10 الصبح. الناس تقول علينا إيه؟ أيام الزمن الجميل يا برنس. اسمعوني يا جماعة، إحنا في مهمة وطنية. إذا كانت في ناس بتحافظ على أرواح الناس بره، فإحنا مهمتنا هنا نحافظ على عقول الزباين مصحصحة 24 ساعة. الشاب من دول لما بياخد البرشام بيفضل مصحصح، يقدر ينتج. لما بينتج الاقتصاد بينتعش وإحنا بننتعش. ساعتها ما بنحتاجش لأي قرض من أي دولة بره. شلبي أؤمرني، كيت لي البنات دول اخصم لي نص يوم من البت دي. ليه بس يا بص؟ عشان ما بتراعيش ضميرك ولا بتخلصي في شغلك. ازاي يجي لك قلب تنام على مخدتك وانت مقصره في عملك؟ ما سالتيش نفسك سؤال واحد، ابراهيم سعيد لعيب الكوره على قلبه ايه؟ قد كده اهو. 3 بطولات افريقيا 2006 2008 2010، انجاز عمره ما هيتكرر، غير 12 نادي رايح جاي عليهم من الاهلي لغايه الاتحاد، وسفريه تركيا، وفي الاخر بيهرب ملابس مغشوشه. يا ماما اللي قبلك شربته في ساعه واحده 3 ازايز، انت سهرانه معاه 3 ساعات وفي الاخر بتفتحي له ازازه واحده. انا لو سهران معاه كنت شربته كاس افريقيا. حبوا الصاله شويه، ادوها عرق تديكوا فلوس، ادوها برشام تديكوا احلام. ده مش مال حرام. حاضر يا بوس. ما ترديش شلبي. اؤمرني. باب الاخلاص في العمل صفحه 4 هيتراجع كويس. اوامرك يا بوس. عاجبكوا كده؟ كله يبص هنا عندي، كله يجمع هنا. انت يا ماما اللي هناك، تعالي لي هنا، بصي عندي هنا. انا الشغل ده ما يعجبنيش خالص. انا عايز اشوف الجديد، عايز اشوف روح الجماعه، مش كل واحده تحلق على شغل اختها. انا عايز اشوف البنت والمحل ايد واحده. البنت والمحل ايه؟ ايد واحده. هموت واعرف بتعملي ايه بالنسخ دي كلها. ببيعها تشتري؟ الحب بين الرغبه والصمت. انا ممكن اخد الجزء بتاع الرغبه، اما الجزء بتاع الصمت ده فخليهولك. انت تافهه وانت هبله. طب يلا بقى عشان نلحق المحاضره. انت مثبتاني من الصبح عشان في الاخر تقولي لي نحتاج محاضره، شويه شويه تقولي لي يلا نذاكر. طب انت عاوزه ايه يا بنتي؟ فكك من جو المعهد والمحاضرات ده، كل ده برشامتين وهننجح في الاخر ونعدي. ما تيجي بقى نستبح ونعمل الصح، اللي هو ايه بقى؟ ان شاء الله. اي هجايس من غير تركيز. منا اطلعي من نافوخي، انا ماليش في شغل الهجايس بتاعك ده. يلا بقى سلام. ده ايه جو الفصلان ده على الصبح؟ خبر مهم قوي يا ست مطر. خبر ايه يا واد يا رزق؟ خميس والمعلم نوح اتصالحوا. ايه؟ كبار السوق اتلموا وقرروا انهم يوقفوا الحرب اللي بينهم عشان الشغل يمشي. كبار السوق اتلموا عشان يتصالحوا؟ انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ شفت بعيني اللي هاكله هدوه. كانت قاعده كبيره فعزه اي كلام كده، وكانت مليانه رجاله وحرس ياما. وبراءه ماله المعلم براءه؟ كان معاهم يعني؟ ايوه كان معاهم. تأمريني بحاجه تانيه يا ست مطره؟ ها؟ خد يا واد دول وامشي انت. خرب مغرقنا يا ست مطره، بعد اذنك. ماشي يا نوح ماشي. علشان كده مالكش اختيار، لازما تمشي ورا اللي قاله العمروتي. دي السكة اللي هنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده ياما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك. خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الاخر بقى ما احناش حمل خساره تانيه. القرشين اللي لميناهم يا دوبك على مصلحه الصعيد، ولا انت استحليت النوم للمغربيه ورميتنا هنا وبرطعه النوح في عزنا. العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شويه يا خميس لغايه ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر ياما؟ انا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحه. الله، ايه حوار شوق؟ لقيت نفسي عرقانه، دخان الشيشه خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حد سالك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحة، الخال أسد. حلوة السلسلة دي. بتهيألك إنها حلوة؟ لا، إنها سلسلة. والنبي لو تعرف إيه اللي فيا هصعب عليك. هات إيدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانة وعظمي بيوجعني من الركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت تخشي وتركيني جوه في حضن الخال يا مرات الخال، وبلاش الواقفه هنا كده احسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوه، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومه كده ليه؟ مصيبه لا تكوني عرقانه انت الاخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخده بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه؟ تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو. عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفاني؟ ياه، ده ايه المصيبة السودا دي؟ يا بنت ليا، خلاص هبقى اكلمك. ماشي، قصدي هشاور لك. ماشي يا قرده، تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. هلا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجاله. السلامه يا معلمه. على النعمه من نعمه رب، انت اللي معلمه يا معلمه. قدرت تضربك السوق في ثانيه الا ربع. انت عارفني يا واد يا براءه، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجه الطازه قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براءه، أنا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب لو عيلة ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمنه، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاويه وابو سنه هيلعبوا في منفوخه جامد. بس الخوف بقى لا تكون دي رغبه الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنه ونطاطي ونستنى زي كل مره يا حاج. خساره يا براء، يا 1000 مليون خساره. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابويا، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ ده انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو؟ يعني كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزه؟ اهدى، ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجأة كده افتكرتي انك متجوزه؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبده؟ كنت ضالة وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى رأي يا فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت، جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى، انا كان قصدي توصيه لافندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى، لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلطى لطه ما يجيلهاش دواء. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شوق. انت خدنا على فين يا خزوق؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. ده مكان النخبه، مش اي رجل ادخلها هنا، خد بالك. نخبة ايه يا خميس؟ ده حته لبش، ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. الحكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. شوق دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته بدلعها. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وأنا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي ان هي كانت جوازة مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت. السلام عليكم يا رجاله، زي ما انتم ده راجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خدوا غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح. كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه. غازيه يعني. بس كانت ب100 رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل. ما جاش، كان في توت الفرح وحامل فرقه. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من المعلمه ضويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنيه اللي يرش اكتر. ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضويه ما عرفتش تفك الشفره. زبابه دلع سلامة يا فنديل. نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. نورت مكانك يا فنديل. اقف وش هنا اهو، هنا اهو. الذبابه الملعونه وقفت في على الزجاجه فنششتوها. ازاي؟ فنششتوها. ايوه وطارت. ايوه تمسم وطارت. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فنديل. نورت مكانك يا فنديل. دلع السلام. السلام عليكم. فكر زي ما انتوا يا رجاله، زي ما انتوا والله ليك وحش يا زوز. قوموا يا فنديله. هات ايدك وخدها. حاضر يا زبابه. ايوه يا فنديل. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجاله. سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. اسال فين يا فنديل؟ مساء العجوه. شكرا يا زبابه. بس البنت شهدي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها. خليك بقى معايا في الحدوته بتاعتي انا. اعمل ايه في البلوه اللي جابتها لي البت اياها؟ سعاد. انا في مشكله بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام ده؟ انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكل وبحلقه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها. من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون. انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال. وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم. امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 لا. ده لون وده لون. دول حاجات كده للقعده والسهره البيت. تخلص تروح البيت نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم. اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا، قوم اقف ورا. وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 جنبه، يلا جنبه، يلا ارفع ايدك فوق، يلا يلا وشك للحيط، يلا ارفع ايدك فوق، يلا. مالك يا اسر عمال تفرك كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. مشاير. معقولة لحقتي تنامي؟ عايز ايه يا اسر؟ بذمتك يا بشير انت جايلك نوم؟ حتى لو مش جاي لي نوم لازم اتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش نديه الا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير ما تسيبي بقى من كل الكلام ده وتفتكري حاجة واحدة بس. انك وحشتيني أوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطاها على جدتك دي؟ الدنيا مش باردة قوي للدرجة دي يعني. ما انت لو ايدك في المية ليل نهار وجدتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزة اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده مرة. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجه واحده بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشاننا مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا اسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخمد وافوق للي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز. انا لا عاوز حاجه ولا طالب حاجه، تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره كنت العدوني في البرد ده. مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. انت يا حمار دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيك؟ تقب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول لابوك عايزك ضروري. تعملي ايه عندك يا بنت؟ تعالي ورايا. خشي خشي خشي. كنت واقفه يا بنت قدام اوضه المعلم اتصنعتي يا بنت على ايه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر انا؟ ليه؟ اصل انا كنت طالعه انضف، فطست في ودني كلام المعلم فوقفت اسمع بيقول ايه. وسمعتي ايه يا بت؟ كان بيسال على سي براءه وبيلح عليه قوي وبيقول ان عايزه من تحت قطيع الارض، فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانت مالك انت عايزه في ايه يا بت؟ عايزه في شغل. قولي يا بنت طيبه قوي يا ست مطر، شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ امال تفتكري يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانيه لا سمح الله. وانت يا بنت سمعتي حاجه؟ ما انا ما لحقتش، ما انت جيتي خضتيني وطبيتي عليا زي القضا المستعجل، طيرت الكلمتين اللي كنت هسمعها. بقى ايه الحكايه كده؟ ماشي يا معلمين ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا دلوقتي على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم هخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي. البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال. ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده؟ ايوه البيت ده. ماشي يلا يا زوز سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه؟ يا عم هقول لك فاهم على ايه؟ هخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضه، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط يا زوز. توكلنا على الله. ما تكشريش تعالى خش. الحصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران؟ قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجه؟ يلا يا مطلي. يلا يا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصل تعبان شويه، قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. احنا جايين في خير، والعجله في الخير سلامه، ولا ايه؟ اه. هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي، اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبيرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك، يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غارس في ميه تمانه. جرايه متر خميس. متر الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف انك مستعجل، وعارف انك مبسوط، وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن، ولا ايه؟ ونرمي بياضنا. المقدم 10000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق، وادي عربون ربط كلام. روح يا بت بوسي ايد عريسك. لا لا لا, لا خالص، مش دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الريس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيميا ومزاجها الزباله. البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. حد يقول كده برضه على حمام. حمام ايه؟ نقرا الفاتحه وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليه. ها يا زوز، بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطن يروح لمحل الحلواني، ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. دي ليله عيد. ليله عيد ايه يا خليل؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي، الف مبروك. الف مبروك يا بدران يا حبيبي، الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه، مزيكا، لا يابا. ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. أنا عارف إنه مش مزاجك، إنما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. أصلي؟ أمال لو عايز أمهم كمان خدها، خليها الطلعة الجاية. يتوب علينا ربنا. شكرين يا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك يا اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البت دي. البت غلبانه ومش حمل فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا يا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطن هيتصرفوا. قول ما ينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري، وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المري هيتصرف؟ ده كده البت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله، اعوذ بالله يا عم. انت شايفنا ايه؟ قتالين قتله ولا قباضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب، لا حيله لنا في رزق ولا شفاعه في موت. الله، اهو البني ادم كده. البني ادم كده ساعة الحظ يهيص وساعة الجد يليص. ساعة الجد ايه؟ يليص يليص. في الآخر عشان الحوار ده صدعني ولوكلوك كتير، الحوار خلصان والبت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه؟ قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20000 كتير برضه يا معلم. واكل وبحلقه. انت دافع حاجة من جيبك؟ ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ بتلاقي فلوس في الشارع 2000 حلو قوي عليهم. وانا اخد الباقي. ده انت ليه النتانه يا لا؟ ليه النيه؟ نتانه 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 نتانه. بالنسبه للفلوس الصاده اللي معاك ورا دول نتانه نتانه. ازازه بدل ما خلصت دي. يا معلم براءة كفايه، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. ولا كنت قلت نكته بروح امك عشان تضحك؟ برضه عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. ازازه واحده 4 يا برنس. شوف يا شفاعه، انا مركز قوي 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 قوي. انا لو شربت المحيط ما اسكرش، وانت دريان بالكلام ده كويس. النهارده يا رجاله مزاجي عالي قوي، انا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا ابويا. ايوه براحتي، امال براحتك انت؟ وده خرفوش امورنا يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحفي اللي انت مأجره وينكش لنا ابو الكباتن ده صورتين عشان فضيحته تبقى بجلاجل، بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل عم عم الحاج اللي خلفوه نخلي فضيحتك على اليوتيوب ده. وسهلا يا مساء الانوار. ايه النور ده؟ برنس الليالي الغالي. لا لا شباب، معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا افندينا، يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. اه دماغي. اقعد اقعد ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. الحقي يا ابله رمانه الحقي. ايه في ايه يا بنت؟ افندينا وصل والواد براءه بره بيغلي، وشكلها هتبقى ليله تاني. الواد بره سكران تينا وحالته كرب. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره، وتاني يهري وينكت في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقى واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر.